رمضان مبارك سعيد، عام وكل انتم بخير. شحال الله حنا الحلويات مقروط عندنا اليوم، طريقه ديال المقروط. المقروط تيتصيب بالسميده، السميده رقيقه والتمر تيتعجن وفي القرفه داكشي. يا سلام، من بعد تنعجنو تنديرو بهاد الطريقه، من بعد هنا تنجيبو المقله تنقليوه، من تيتقلى تنديرو في العسل. العسل عاد تنسلوه تنخليوه تقريبا واحد ثلث ساعه في العسل. من بعد العسل تنديرو في الكسكاس تيتقطر، عاد تنشوه عاد تنحطوه. هو مطلوب عند كليان في رمضان، حي فيه التمر وهاديك الهشوشيه والرطوبيه. كاين اللي ما عندوش تيكون حتى يحتاج هذيك الرطوبيه ديالو، رطب هو تحطو في المك تيدوب بوحدو، وفي هذاك التمر الحلاوه ديالو مذاق زويون. وعندنا المخرقه والشباكيه والمقروط والرغايف والمطبوط المعمر بسطيله البغرير السفوف. عندنا المخرقه ديال اللوز، وعندنا العاديه والمقروط. كاين اللي تنديروه بالتمر، كاين اللي تنديروه بلا تمر، ولكن اليوم اللي درناه بالتمر هو معروف دابا امامكم. راه التمر ورطب الطريقه ديالو، يا سلام. وحتى ساهل في الماكله ديالو، كنديروا يطلبوا الناس بزايد عندنا هنا في المغرب تيطلبوا المقروط. اغلب الناس اللي عارفين المقروط ما تيفوتوش، تيشوفوه تياخذوه. والشباكية اساسا راه معروفه عندنا في الطبله في رمضان مبارك. في اي طبله في المغرب الا ما عندوش الشباكيه وما عندوش مخرقه وما عندوش الرغايف والرغايف وداك الشيء في الطبله ما تسماش عنده رمضان. وتنتمنوا ان شاء الله يكون عندكم رمضان مبارك، الله يعدي علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله.